السلام عليكم ومرحبا بكم جميعا معايا في هذا الفيديو جديد. ان شاء الله تكونوا باحوال زوينه وطيبه وكل عام وانتم بخير. تعيدوا وتعودوا يا مولانا كريم بالصحه والسلامه. اليوم واحد الفيديو بصراحه وغنشارك معكم واحد السلطه اسيويه. هاي ايفري وان اند ويلكم توداي ويز مي. اي ام غانا دو سام سالاد شير ويز يو سام سالاد ايشن سالاد ماي كلاس روميت ماي فريند best friend show me some salad I want to share with everybody. البنات هذه السلطه هذه بصراحه حلوه خفيفه ظريفه العذاب لا والو بصراحه والله العظيم الا زوينه السلطه بغيت نشاركها معكم واللي يحب يجربها يتوكل على الله ويتبعنا. المهم البنات اصلا اليوم شنو هو كل على هذا as you can see she told us to these things this this tea leaf whatever they call it you have in an Asian store by the way. البنات اللي بغات تشري هذه راه غادي في المحلات الاسيويه هذه وغادي تغربوا اليوم البنات اللي هو اصلا شنو هي متكونه بالحبوب. هاد الحبوب ذاتي بصراحه هذا راه حب نظن انا بصراحه هذا هو اللي فهمت هاد التي ليف هذا هو الشاي الاخضر الشاي الاخضر اي سمعوني مزيان الشاي الاخضر هادو. المهم هذه هي مصنوعه هكا ما نعرفش شنو فيها لكن حلوه لذيذه يا سلام عليها. يو اول ماي فريند وي ترايت ويز هير وي لاف ات سو اي ام شور اول اوف اس وي ار دوين ات هوم سو توداي ام غانا شو يو ذيس كان سالاد هير وي دو هاف تي ليفز. البنات هذا هو الحبوب ديال اتاي الشاي الاخضر لكن كما قلت لكم مرقدين بحال داكشي ديال الخبيزه ولا البقوله ولا شنو نقولوا لها. المهم ومعاهم هاد الشكيره هادي ديال المهم كتبع هكذا هادي هادو فيهم as you can see this is an all nuts different nuts on that's it. البنات انا المهم ملي تمشيو عند المحلات الاسيويه نقولوا لهم راه غادي غير تقولوا لهم تي ليفز غادي يعطيكم اليوم هذه السلطه. شوفوا البنات هادي كيبقى هادشي كله مقلي نظن انا مقلي هاد مخلط هاد الكاكاو هاد الكاكاو. مهم كلهم الفواكه الجافه زي مثلا اللوز والله المهم ما نعرفش شنو فيها هذه كلها فيها هادشي. مهم البنات هنا على الاقل بعدا فيها الكاكاو اللي حنا كنعرفوه الكاكاو هاو والشي الاخر راه كله اسيوي زي البينز هانتوما فيها المخلطه فيها حتى شويه البصله هانتوما اللي بغيت تشريها تشريوها هكا ما كثرش عليكم البنات. هذا غير وريتكم كيفاش هاد الشريده يا سلام عليها. وهنا على فكره المكونات ديالي ديال هاد السلطه غتشريو هذه لازم هاد الوراق التي هاد الوراق ديال الشاي وهاد اللي غتكون مساحب معاها هذا شنو درت انا اليوم وغنديروا كيديروا شويه ديال توكل على الله نهضروا ونديروا نخدموا as you can see today I have a chili not too much so chili a little bit like this and delicious because a little spicy and there is another green paper it's not hot. البنات الفلفلة هذه مش حارة إلا هي دي اللي حارة يا سلام صراحة. We don't have green tea I do today they say she said that you can add so many green things or red things like this kind of chili. Today, by the way, I don't have a chili tomatoes. Like, I don't have the tomatoes, by the way. The small grapes tomatoes. So, I'm gonna do this tomatoes. It's all about green salad. So, because I'm doing it just myself, I'm good enough for me for this kind of chili. Little bit here, chili, little bit here. So, as you can see, if you can add green paper, sweet paper, or red, here I have one block. كارليك البنات شويه الثومه هكذا ولا قطعوها رقيقه كارليك beautiful salad a dish of this salad for this kind of Asian stuff for real. I have little bit here cilantro. البنات كان اد انا حتى شويه القزبر حتى هو انا عزيز عليا القزبر في السلطه يعني هاد السلطة هادي حلوة يا سلام صراحة. As you can see I'm gonna add a little bit cilantro and like I say I'm gonna add a little bit onion
البنات شويه البصيله هكذا. انا غادي نكتفي بهذا القدر لان غادي ندير غير الواحد غير النفر يعني شخص واحد. هاد السلطه تحبوا تاكلوها احسن. يا سلام عليها. شوفوا البنات كيف يلا مع هاد الشويه. شوفوا مع هاد الشيء حلو بصراحه والله. اول مره بنعرف بان الشاي الاخضر والله الا بنت هذه الشاي الاخضر هو هكي شكله زي البقوله زي حاجه زي هديه. Let me find my scissor. So like we said, just Asian store. I believe. I don't know what where we can find this. So it is this little bag. See? That's it. This is what it is. Let's see. Green tea. That's what it's just like. See this? Like a green tea. Ha, like a green tea. So like, it is green leaves. Tea leaves. Tea leaves. Like almost like spinach. Spinach. That this is the secret of this salad. Make a little. I don't know how this kind of taste of it. البنات هذا مال الوراق ديال اتاي. دابا عندي شويه ديال الطماطم هنا غنزيد تقريبا شويه. وانتم ديروا الطماطم الصغيره هاد ديال الطمايطس الصغيرون تشيري طمايطس ولا غريبس طمايطس. انا اصلا كنحب اي طمايطس. It's not any problem. If you don't have cherry tomatoes, you can add these kind of big tomatoes. It's all about taste, not it's still it looks cherry tomatoes looks nice, but this is too. If you don't have it, you don't have to. Now, because like I said, just for one person. And all you gotta do, mix cherry, tomatoes, onion. Tea leaves. These tea leaves have so delicious taste. And then when you add it with garlic and this kind of chili, jalapeno. I add jalapeno, by the way. They like this. Mix it. She did it for us. I loved it. So I'm gonna share it with you. If somebody wants, try. It's a lot like it looks so good. شوف البنات انتم شوفوا شحال سهله هاد السلطه هذه. على فكره انا بنحط شويه ليمون with this just a little bit like this. Oops. And I love to put a little bit lemon skin with my salad. Always I do. البنات انا كتعجبني القشره ديال الحامض هكذا صغيرونه مع السلطه مع السلطه. البنات جربوها شوف هكذا شويه هكذا. هذا غير انا اللي كنزيد ندير. خلاص هذه هي السلطه تاعتنا. That's it. It's easy salad because they have the kind of nuts beautiful look. So they have like all the nuts, all the kind of nuts. شوف البنات كاين مهم فيها اللوز فيها الكاوكاو and then وقيله فيها شي شويه ديال نظن انا هذا مهم. كل الحاجات ديال الناتس هذولا حلوين. الباكس ديال هذا اللي مشات للمحل ديال ايشن ستور لازم تسال على هادو. راه مرات يقولوا لك ما عندهمش وما ما عرفوهاش. هات اند ساور لايك ذيس. سو اند ذن ذير از انذر ايشن صوص ويتش از سويتنس تشيلي صوص. هذا البنات مخلط بالعسل شويه الحار شويه العسل. حلو هذا الصوص هذا حلو كديروه في هذا البرايوات وداك المهم في داك شي حاجه مقليه زوين. انا نكتفي غير بهذا القدر ديال الحامض وشويه ديال الملح شويه زيت العود. هذا هو اللي غندير. المهم البنات ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو ديال هذه السلطه. صراحه سهله. يا سلام عليها هذا الصهد هكذا. هذه هي السلطه ديالي. بغيتوا تشاركوها مع من بعد لازم تخلطوها مع الناس. شوفوا شحال ريحتها فنه. يا سلام. She said that you can add a chicken. البنات اللي كنقولوا لها حنا كنور لكن حنا ما نستعملوش كنور لما طيبناه في الاكل. على فكره البنات كيحطوهم
See, as you can see, beautiful salad. All you gotta do, I add lemon, so I can add a little bit salt, and that's it for me. But you can add whatever sauce you want on this salad. That's it. البنات انا خديت غير شويه ديال الملح وشويه ديال شويه ديال الملح شويه ديال شنو زيدت حامض يا شويه ديال زيت العود زيت الزيتون on top of this olive oil that's for me but if you would like to put a different dressing yes you can this is all about tea leaves tea leaves the secret of this salad is tea leaves green tea leaves شتو البنات هي درت شويه انا يا البنات ريحتها شحال حلوه بالثومه والفلفله الحاره والاتاي هاد يا سلام عليه هاد الشاي الاخضر هذا الورق ديالو المرقدينهم ما نعرفش المهم على فكره اللي بغى يشري هاد الشيء راه يشريهم من عنده واللي بغيت تكثروا بزاف قدروا ديروا هاد جميع المكسرات جميع المكسرات راهم كيتباعوا واللي عرفات المكسرات كلهم هنا تقدري ديري المكسرات عندك في الدار تتقليهم وتوجديهم واما الشاي الاخضر راه هما اللي كيبيعوه يعني ما يمكنش ما نعرفش كيفاش كيديروا ليه ان شاء الله تعجبكم انا حبيت نشارك معكم هذا الفيديو ان شاء الله يعجبكم وتجربوه وتردوا عليا That's it for today. This is just I want to share with you this beautiful salad, delicious salad. So I hope you like it, you try it, and let's see what you would say about it. So I'll see you in your video. مع السلامة البنات إن شاء الله جربوا وردوا عليا.